من يبدا هجوم الهلال ويلعب كره الى ماجد المرشدي، ثم بعد ذلك محمد الشلوب يستلم الكره، المايسترو في وسط الميدان يضع كره عند ياسر القحطاني، القحطاني تمرير ولا اروع، احمد علي هدف اول، هدف اول للزعيم، يتقدم من اول المباراه مع الدقيقه الثالثه، الزعيم في اول الاهداف، احمد علي يذبح في اول ثلاث دقائق، احمد علي يتلقى تمريره من ياسر القحطاني ويسجل بعد ذلك احمد علي، النصر الفرعوني يحلق في سماء الرياض ويسجل الهلال اول اهداف المواجهه، 1-0 اذا للزعيم، يتقدم بالمباراه بواسطه نجم الفرعوني احمد علي، احمد علي من لعب العرضيه للقحطاني وتلقى القحطاني براسيه ولا اروع في اخر مباريات الهلال في مسابقه الدوري، عاد جدك الان رد التحيه، عاد رد لك القحطاني التحيه، وسجل احمد علي اول اهداف الهلال الذي عليه ان يعيد العلاقه مجددا وان يعقد وثيقه جديده وعلاقه حب ما بينه وبين جمهور الهلال، على اعتبار ان العلاقه كانت مهزوزه بين الطرفين في الفترات الماضيه من قدومه في موسم الانتقالات الشتويه، لكن يصح